مشاهدينا الكرام متابعينا ومتتبعي قناة خالد بازيدان الإلكتروني على اليوتيوب، إذن تغطيتنا تتواصل لبطولة صاحب السمو الملك الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، البطولة التي كانت تعرف ببطولة المدير التي تحمل الرقم 12 أو التي تحمل النسخة رقم 12. شوط المباراة الأول ينتهي بين شباب البوادي وفريق القايدي بنتيجة 1-0 لمصلحة فريق شباب البوادي. إلى جانبي الآن مدير البرامج التسويقية في مصنع أبو الجدايل الأستاذ رؤي سعيد، أرحب بك في البداية عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. اهلا وسهلا، انا سعيد جدا بهذا اللقاء. في البدايه انت شخصيا كيف ترى المستوى الفني للبطوله الى الان؟ والله لو جينا تكلمنا عن نسبه بطوله المدي والناس اللي بيحضروا بطوله المدي، انا ما بصنفها من البطولات الحواري، بالعكس هي نخبه البطولات اللي تقام في الاحياء او الحواري، بدليل انه في اكثر من كشاف جلست معاهم شافوا كم لاعب وشاهدوه واثنوا على مستوياتهم ومستوى التنظيم ومستوى اللجنه التحكيميه. بالعكس هذه بطوله يعني مفخره للاحياء جده انه تنظم بهالطريقه وهالصوره. جميل جدا، انتم تدعمون بدوركم تقومون بدعم البطولات التي تقام على مستوى حواري مدينه جده بصفه عامه، حدثنا عن البطولات المستقبليه التي ستدعمها في القريب العاجل. والله طبعا بطوله المدي هذه مش اول سنه نحن بندعمها، يعني حتى لو كان دعم معنوي السنه هذه ان شاء الله نحن نحاول ندعمها بافضل صوره، دعم مادي دعم معنوي، نضيف بعض النقاط، ممكن تكون في نقاط تسويقيه ان شاء الله السنه الجايه. نحن كاتبين ملاحظات معينه، بالعكس ملاحظات مش انه البطوله يعني فيها تغيرات، بالعكس اللي شفناه انه شاهدنا تنظيم جدا رائع، حضور الفرق وقوة مستوياتهم جدا رائع، مستوى التحكيم جدا رائع، مستوى الحضور جدا رائع، بالعكس في إضافات تسويقية حتتم إن شاء الله السنة الجاية للبطولة عشان تأخذ اسم نخبة البطولات إن شاء الله على مستوى محافظة جدة بل على مستوى المملكة العربية السعودية. جميل جدا، ماذا عن المستويات الفنية للفرق؟ أنتم كيف ترونها وأنت شخصيا بما أنك تمثل المصنع والشركة؟ بالنسبة لمستوى البطولة فنيا مستوى الفرق مستوى ممتاز، انا بقول لك لسه قبل شويه انه في كشافه للفرق وكلاء اعمال استقطبوا يعني انظار كذا لاعب حياخذوهم، وقدامي كتبوا كم اسم كم لاعب وانا لسه حضرت الشوط الاول، فهذا دليل انه البطوله من الناحيه الفنيه ومن الناحيه التكنيكيه ومن الناحيه التكتيكيه بالنسبه للعيبه وحتى المدربين ممتاز جدا. انت شخصيا حسب وجهه نظرك الشخصيه من الاقرب الى الان للوصول كطرف اول للمباراه النهائيه، ولو ان هذا الحديث ربما سابق على اوانه؟ والله بالنسبه للبطوله انا اول مباراه بحضرها، لكن سابقا كنت بشوف فريق المدي فريق ميلان، والان انا قاعد بشاهد فريق شباب البوادي، فريق بيأدي كوره حلوه لمسه حلوه. لا تنسى كمان البطوله تقام على ملاعب ترابيه، مستوى الكنترول جدا 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 عالي ومميز للعيبه، وهذا الشيء لو فاعلوا في اللعيبة وأدوه بمستوى صح ممكن يفيدهم في مع أندية مع استقطابات أندية ليهم وحيدعمهم فنيا أكثر من هالمستوى. من جانبكم ما هي الخطط الاستراتيجية التي تعملون لها قبل بداية شهر رمضان المبارك أو مع انطلاقة شهر رمضان المبارك ومع انطلاقة الدورات كذلك في محافظة جدة؟ والله طبعا موسم أو شهر رمضان المبارك شهر عبادة، ودائما شهر رمضان له طقوس معينه بالذات دواري الاحياء ودواري اللي بتنظم في احياء جده، ونحن نبحث عن الدواري المميزه اللي فيها استقطاب جماهيري فيها فرق بتادي بشكل فني رائع. بالعكس نحن بندعمها ان شاء الله، وبادئين ان شاء الله من الاسبوع الجاي كذا دوري ان شاء الله حنكون متواجدين فيه ان شاء الله في محافظه جده. تعليقك الأخير أستاذ رؤي قبل أن نختم هذه المقابلة. والله طبعا أشكر قناتكم الموقرة، أضافت شيء جميل جدا، برزت البطولة بشكل جميل جدا، بعتبرها فضائية إن شاء الله وليدة، وأنتم ما شاء الله مراسلين فيكم شغف إعلامي، في أداء إعلامي، في تعليق جدا ممتاز، في سيناريو حلو أنا قاعد بشوفه. بالعكس أنا أشد على أيديكم وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في البطولات القادمة والتغطيات إن شاء الله الجاية، وإن شاء الله كمان تغطوا كمان فعاليات أقوى وأقوى إن شاء الله. الشكر موصول لكم أنتم كذلك لؤي سعيد مدير التسويق مصنع أبو الجدايل، شكرا جزيلا لك، بيست أوف لك، حظا سعيدا. شكرا يا أخويا، شكرا لكم، مع السلامة.